يا إخوة، ليس المراد باللب هنا العقل الذي يقدر الإنسان فيه على الاختراع. فأنتم ترون هذه الأجهزة التي بين أيدينا من كهرباء وميكروفونات وتلفونات وسيارات وغير ذلك، فعلها أناس وصنعها أناس غاية في الذكاء، ولكن ليس من أولي الألباب. قادر أن يعطيك هذا الجهاز، لا يتصل به شيء، تتكلم مع من في المشارق والمغارب. كيف خرج الكلام؟ منين خرج؟ الباب مغلق والنافذة مغلقة، منين خرج؟ قد خرج وذهب إلى من في المشارق والمغارب، وربما الذي جنب الباب ما سمعك، وقد جاءك الخطاب مميزا ومبينا وواضحا، وتتحاورون فيما بينكم، لكن عجزوا أن يوحدوا الله جل وعلا وأن يتبعوا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما قال الله: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة غافلون. لهذا لا يسوءك أن وجد هذا في الكفار، لا تغضب يا أخي. ما الذي يغضبك؟ قيض الله أهل النار لخدمة بني آدم، ليش تغضب؟ هذا من تسخير الله، هذا من تسخير الله. ألم يسر الله لك حمارا تركبه؟ ألم يسر الله لك بكلب ينبح على النصوص لا يسرقه؟ هذا من تسخير الله. نحن لا نقول للمسلم لا تصنع، اصنع إن يسر الله لك ذلك، لكن لو رأيت الكافر أقوى منك الصناعة لا تغضب، هذا من تسخير الله. كلما ماتت صفة جاءت صفة أخرى من أهل النار يخدمون بني آدم، كونهم يأخذون الأجرة يأخذون، من عمل أخذ حتى الحمار يشتغل يأخذ شعير يأخذ أجرة يأخذ، وهؤلاء يأخذون مالا على أعمالهم. لهذا لا تحتقر نفسك، لا مانع أن يكون عندك صناعات وطموحات في الصناعة وغير ذلك، ويكون هناك تشجيع من الدول الإسلامية للعقول المفكرة من أبناء المسلمين. هؤلاء اجتمع عندهم اللب الديني والعقل الدنيوي، لا بأس، يشكر على هذا. لكن احتقار المسلمين لأنفسهم، لأن الكفار صنعوا وفعلوا هذه المصيبة، والكفار قادرون أن يفعلوا وقادرون يدمرون العالم في ثواني. هذا كلام غير صحيح، ولو كان صحيحا ما سيحصل، ما هو حاصل. بقي عيسى بن مريم سينزل، وبقي الدجال سيخرج، والمهدي سيخرج، بقي أشراط الساعة، لا تخف، نم قرير العين. زعم الفرزدق أن سيرسل مربعا، أبشر بطول سلامة يا مربع. نعم، لا تنادي ولا سيحصل شيء. لهذا الخوف والذعر الذي في قلوب المسلمين من الكفار بسبب ما يشاهدون في التلفاز والتقارير وغير ذلك، أرعبة المسلمين، وجعلت تقارير الكفار أنهم صنعوا وفعلوا وفعلوا، جعلت كثيرا من المسلمين يحتقرون أنفسهم، وهذا من الخطأ. عقولهم ما أرشدتهم إلى أن يوحدوا الله، ما أرشدتهم عقولهم إلى أن يوحدوا الله. والله لا قيمة لتلك العقول، لا قيمة لتلك العقول. فالعبرة بالإسلام والإيمان، أما الدنيا فالله يقول: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا ومن الآخرة وماهرون. جاء عمر بن الخطاب الرسول صلى الله عليه وسلم متكئا على حصير قد أثر في جسده، قال: يا رسول الله. فبكى عمر وقال: يا رسول الله، فارس والروم ينعمون فيما هم فيه، وأنت رسول الله أرى بك ما أرى، أو كما قال. قال: يا ابن الخطاب، أما يرضيك أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ هكذا عزة الإسلام وكرامة النفس. نعم، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يستخدم أشياء مستوردة من قبل الكفار، يستخدمها بيع وشراء تصنيع، ما فيه شيء، هذه دنيا، لهم الدنيا ولنا الآخرة. ونحن من كان عنده قدرة على التصنيع شكرناه وشجعناه وأيدناه وفتحنا له المجال وأعطيناه من المشجعات والمحفزات ما بقدرتنا، هذا مطلوب. وعلى الدول أن تفعل في ذلك
الدول الإسلامية، لكن لا تحتقر نفسك. إلى هنا والحمد لله رب العالمين.